ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا. ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثم السلام عليكم ورحمة الله. الدرس 439 من دروس التفسير، وما زال أخذ سورة سبأ. نبضد فكرتنا عدان هضرد في سيدنا سليمان سيدنا داود أمك سيدي ربي سخراسا، التسخير ما يسخر سيدي ربي، يعني فكرة التسخير فكرة فاقي بقدرة قادر ولحكمة أرادها. سالحكمة ينس مثلا نكني معاشر البشر العاديين إسراء إسخر دربي يلغم أقشيشة مشطوحة في الزور، إسخر دربي أخرفي أزقر أثي الطفسقفو أثي الدقان وأثي الديشود وأثي غوال ذا شو يظهران داقي ماشي ذي الجهد خطر لو كانت سؤال لفرص الجهد يا حصرة أزقر ذي والي يماس يمزل أدي يرتصار ذي العجب عند ديوفة في نادم ديار تصار إجماس أمعنى إسخريت السيد ربي في كوات صفت تيزيت ساكت سفغ العقل تيزيت تيزيت يارنا يتخدم يوث أكث فاكسيني ألم ما تروح أري بذول ليفيني أتكذ كان أفوسك دي الفيد فقي حكمة من حكم الله عز وجل. زلزلة ينور زميرة يحبس لم تسخر لنا خطر لو كان تسخر أهث فنخدم كرا نساوي لاث أمك الزلزال لا يحرك الأراضي ولا لكن لا في قذقي ثلحوا بقدرة قادر زمان أمان ما ذين لقن كان إلها إبارة جن وكذا الفلاح إلى آخره إميل ذي السفن هذه ضرو خسار ديني مي النبي عليه الصلاة والسلام يسلم ذاغ دعوة الخير من كل أين يضرون ذي الدنيا في ساعة دعوة الخير ما ضافو أن ذعو ربي باش وريق العرس سقف وريته الداري خامن هذا نفك الدعاء ما ذمان كيف كيف أذكث الهوى من السن الدعاء أدنيني اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا ضافو اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا يعني أكوين يضرون دي الدنيث يساء دعوة الخير. الحكمين استاقين ثلاث حكم ثم زواروث أنظر باللي وقي جند من جنود الله ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو ثم زواروث ألا نتك زران جنود ينس أشحال قلان إلى آخره. الحكمة في السناث باش أنظر باللي نكوني ذا الضعفاء كني فغوف نادم يجهد نغي السن أذي قيم لفذي حواج يسعى القوة ذا الضعيف يسعى الغنى ذا الفقير كني فغوي الله يحواج سيدي ربي صاحب القوة المطلقة صاحب العلم المطلق صاحب ثقيل ذا الحكمة في الثلاثة باش ندعو الله وننسجم مع أحداث الكون الفذاء أنذعو رب سبحانه والدعاء هو العبادة في الحديث رواية نظن الدعاء مخ العبادة روايتان في الحديث يوث الدعاء مخ العبادة حديث ويض الدعاء هو العبادة وربي ناد
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اقرب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سورة البقرة الآية 186. سليمان داود إفكي سن ربي أتصيس إسخرس أكثر من نكوني. هذا نحكي الدرس نعدان، حكينا كيف ماذا سخر لداود وماذا سخر لسليمان، أو الجن يعملون تحت إمرته، الجن وكذلك عالم آخر نكوني قرنغ الإنس نكوني ويلقى الجن هو عالم في صورة كاملة في القرآن اسم صورة الجن. قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثورة لكن تكمل ثم شاهود عشو دين ربي سأد نصر حاسق السيل الآية 14 من الآية 19 مع الدرس رقم 439. فلما قضينا عليه الموت، هذا دار سيدنا سليمان ذمة ثانا عامه سيدنا سليمان أكل جهدك سعى شو سيف كارب ضافو حكاتي ما شو استيكلتني عدان قفوسيس لعجب أمعنى يموت. ها فلما قضينا عليه الموت، إذن جميع الكائنات يكوين دخل ربي سبحانه عز وجل الموت كتبها الله عز وجل على جميع الخلائق وليش وريس الخن لكل أجل كتاب، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أندث لم أكني داوض الحق من الحق سورة قاف الآية 19 وجاءت سكرة الحق بالموت، هذه قراءة، وجاءت سكرة الموت بالحق أي غرس من الحق خطر حق لا ينكره باطل. ربي يكتب الأذمة سيدنا سليمان أما على قد تحصم حاجة الجن تزوخون أسقار نكونين سن الغيب نحن نعلم الغيب وباش ربي سبحانه يؤدبهم باش أثني ربي سيدة سليمان إذا ربي إني يسوي كذاكي الجن أسقار نزران الغيب أي لكن يفرن ذاكي تسكيلي وكل خلام قرآن هنا مكمنو الخطر. كي يجيك واحد يقولك أنا أعلم الغيب يقولك يصرى لك كذا وكذا وكذا لو كان كاش حاجة تصرى من هذوك الكذا وكذا وبعدين تصدق وتقول هذاك لازم نروحوا له وماش عارف من بعد تبدأ واحد الرحلة يدخل في التونيل في النفق مظلم ما يخرج قادر يولي يشرك بالله بطريقة تدريجية سيباريتاب درجة بدرجة أدي في مانيس يغالي خذ مسا الشريك يا ربي سبحانه وما وقحصن الغيب سوى ربي سبحانه. نحن نعيش لحظتنا ولا نخاف على المستقبل لأن المستقبل في يد مولاه المستقبل معليش لو فيتور يجري فاسنا ربي دايا ولا قال غيقلق خاطر لو كان الانسان يتقلق على المستقبل تعرفوا اش يصرى ما يعيش الحاضر نتاعو يتالم خوفا من المستقبل يتالم في حاضره يضيع في فرصه الحاضر والمستقبل في يد الله وليس في يده لا ندري كيف يكون ذلك المستقبل حينما يأتي ولو كان جميلا سيقلق لأنه ينتظر المستقبل فينا الموض سليماتيماتيكا يروح كلش سليماتي معنى عاش السيك والسلام عليكم
هذا لا يعني أنه ما كاش دراسات استشرافية مستقبلية، لا لا. يجي واحد يقوله كيف؟ يقولك سرح اقرأ، ولكن بطريقة علمية، لا ميثودولوجي، اخدم دراسات استشرافية مستقبلية، أما ذي الفلاح، أما ذي الأسترونومي، أما ذي الجيولوجي، أما ذي التكنولوجي، ذي كلش أقرأ في المستقبل. القراية حاجة نظام ضربة ضيقة غرف، ولكن نكون نعيش يومنا ونعلم بأن الغيب في يد الله لا يعلمه إلا الله. أما نحن كل ما أنبأنا به الله أو رسوله غيب من الغيب نصدقه ولو لم نراه. أين كيغدينا ربي أذيلي نغدين في أذيلي أنا من بالذيلي سور سورة قصت قبيلي سور سير ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين واش يديروا يؤمنون بالغيب. معناتها أين غادي يخبر ربي أو كذن فيه أذي يظهروا أذي يظهروا. فلما قضينا عليه الموت، هذا سيدنا سليمان إذا ربي إن يصار ربي زريعة يقين الجن يقتزوخ ونسقارا نكون ينظر شارع يظهرون نظر الغيب ماشي كان ربي في ظهر الميم نكون ينظر مرمثغ وظهرنا ربلي مثغ. هذا يا سيدنا سليمان سيدي ربي ربي قبلي تيت سيدنا سليمان يفكي يسن الفوي دو روت يفكي يسن بلان نخذ ما الاعمال الشاقه العتاب يفكي يسن بروغرام على خدم نسي قيم يتعبد يصلي متكئا يعبد الله متكئا على عصاه يثكف عكازيس الجن ولا سيدنا سليمان ريغليالا مازال يتككل في عكازيس انت يموت انت يموت كيف تكمل الخدمه تكمل الخدمه شحال مده المدفن في ذات ما دلهم على موته وسنف كان الخضار باللي سيدنا سليمان يموت الا دابه الارض تاكل من ساءته في لغه الحبشه يعني عصا وسد الدابه حشره وطوف ذي عكست سيدنا سليمان يا حصره ثقيث زمران عامه ثقيث تسعه مازال تسعه القيمه اساقي البيولوجيست اللي قراوا علم علوم الطبيعه والحياه يعلمون دور الحشرات وطفني وكان يدخل قربي ساعة غزالة على فكرة هو أنا كان على اسم القرن كن كذا وكذا أين ديفك ربي يدخل قربي ساعة غزالة ولا توطفني توطفني الحونة كن تمشطوح قرني في قبيلي لا مثلا تقد قبيلي ندرس اسم الفيلوزوف أو تحفظهم ساعتكم صح ينياس لارزق القفوس ربي يا خكا لارزق القفوس ربي مراكينين يزم اوري القضاره في وظفين يا بابا يزم يزم ذي سميسي ذا واليس اوري القضاره في وظفين يشبح من ولا يزم يتشاثا غزالت يتشا زكر يتشا هذا ذيزم ميدفض إيزم أي لقض ماشي مين بايثت في وظفين المعنى يستر رجزيك يرحم ربي ذيني ميدي ثقفيلي ثم ولا نيوان يروح أسلع قل أسخدمنا الرد رسمه يهمك ما يهوزيك يعوزيك أول سلم عن ناس أتبطر ذي جيران أغا أتفضو ذيوث الليكيب ماشي ليكيب ناسيونال ليكيب فاميليال حتى فضي وانا كيني في فرشيضين في جغلين في ضفصيين يتوالي 20 سنتيم يتوالي 20 ألف
أخذ من الكونتر اكسبيرتيز اكسبيرتيز كونتر اكسبيرتيز 20 على جال ديفيرونس هذا 20000 40000 100000 اي مليار نبينتن ولكن 30 لي فيتيليتي تي مشطاحي ادي نطقوني سنن ثقليلي ثقليلي في الميزان اسيني يزم اوري القضاره في وظفين فهمي الفهم بلا ما ناسي ديريكت كان كاكي اكسيد في كنس المعنى فهمي الفهم وني فهمن سي ستيمي مبلا ايمي هذا دواء ايضا ستيمي ستيت استعرف قال اللبيب بالاشاره يفهم بلا ما ينتقد يمي المهم سوسات فلما خر ما دلهم على موته ان يسلف كان الخضار بالله سليمان سيدنا سليمان يموت الا دابه الارض سوسات تاكل من ساءته اعكوازيس المنساء هذه لغه الحبشه معنيس العكواز العصا اثت شويط 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 المي ثغال ضعف وصغار مني لو بواني ثقل مني سيدنا سليمان غيغليد فلما خر سقط على الارض خر ميتا يغليد هي ولا الانسان يغلي كان غلي نورمال عادي غزل النبي مرسل كلش فلما خر فينا يفهمنا الجين الدرس باللي لا يعلم الغيب الا الله باللي غلظان اشظن فرو حسن هذا القرن دي حكام فلما خر تبينت الجن تبينت ثبتت معنا بيقين ان لو كانوا يعلمون الغيب الو كانوا زرين الغيب ما لبثوا في العذاب المهين هذا حبس اسمي موت اونتي داتي ميم زمان هذين الاثنين سفرين سعد العثافي ربي يا رباثا ويقبل سيدنا سليمان في الدعاء ناس إذن لا يعلم الغيب إلا الله ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية وكذا كي أولاد سبأ الله يبارك تصل السم لأنه قال يزدغن السكان هناك من سكن بلاد الشام هناك إلا الوادي اسمه ذا السد مأرب معروف مازال ثارضا السد معروف في التاريخ معروف في الحضارة أسيدي وكذا كيف كيصنع ربي الخير بلا الشحة كيف كيصنع ربي مبلا معلش كيف كيصنع ربي الخير مبلا الشحة كيف كيصنع ربي النعم يسفن الخيرات الفواكه الخضار الفحاير الخير الفح سي صنعاء اللي هي ذي اليمن روح لماذا بلاد الشام اكثر من 4700 قريه ها كان ايماجيني سد اكثر من 4700 تمذينين غنتوذرين نتوذرين مقارفنت تشورنت ذي الخير لدرجة أنه أمذان مري سافر سيثة دارت غرثايض وريح وجل ذي وين أعوين وريت سوار الزاد سوالك وكين الشيني أتسافر دار فريحة وتقار هذا هو الزاد هذا هو أعوين هذا هو غامان هذا هو القوث شو ثم تسوض هادي من بعد سي 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 فريحه راه عزازكا هذا شو ثرنو سي 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 عزازكا سي عكورن مقارب انت ياك في كذاكي اكثر يعني حوالي 4700 تذرين مقارب انت اقوى الخير لدرجه انه يوم ما ذي سافر يزمر ذي سافر وذي في ثرث كيوث تمذين تنغيت الدارث من بعد ذي قجال من بعد يروح رثايض ذي الخير اقوى الخير في اللسم سبحان الله لاني حسادن الحسد اكيد ديال انسى اي غادي نربي القران ومن شر حاسد اذا حسد يوعى معاويه بن ابي سفيان الله يرضى عليه
قال لهم فريت كاع المشاكل ما عدا المشاكل مع الحاسد. قالوا له كيفاه؟ قال لهم لأنه يريد زوال نعمتي. دياغنوستيك دوي، لأنه يريد زوال نعمتي، معناه واعر باش تفريها معاه، خاطر يتمنى باش النعمة اللي عطاها لك ربي تزول. وطبعا كاين الحاسد درجاته، كاين اللي يوصل درجة أعلى يتمنى زوال النعمة وزوال المحسود. تروح ضوك الشك وتروح ضياك. إيه الله أكبر الله أكبر. الحسد أجي والله ذيريث 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 ذيريث. الإنسان حتى كي شاف نعمة عند خوه ولا عند أخته يقول الله يبارك باش ربي يعطيله، لأن خزائن الله لا تنفذ أبدا، خزائن الله لا تنفذ أبدا. وكفون ترى ماشي لين يكفون خير السنظر ربي رزق يد ولا السنظر ربي كساس. يرى ما تنظر كساس وقي سوء أدب كي تقول يا ربي نحلو، هذا سوء تربية. معنى تقول يا ربي نحلو علاه؟ نسى ربي رنوياس من كين فكيد عادي وهدي فك ربي بلا شحة. لذلك هؤلاء الأغنياء والحساد يتمنوا باش هذا الخير يروح. صافي كاين كفريات كاين شركيات رنوياس كفران النعم رنوياس الحسد. مقلك شو دينا ربي؟ لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، آية عظيمة، جنتان عن يمين، يعني عن يمين وادي وشي وشي عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم اتشذن بلاش حا، ولكن واشكروا له حمد ربي. شفام الآية 13 اللي شرحناها المرة اللي فات، ربي قال في آخر الآية 13 وقليل من عبادي الشكور. هذه شرحناها، معنى ربي راه يقول أعطيت لكم النعم التي لا تعد ولا تحصى، اجتهدوا أن تكونوا من الشاكرين. إفكايا وغدا ربي النعم الطاس أين من الزميرة نحسب ولا تنحصوا ودي قار الشكر ذي كان يرنا سوليك يكو ذي لسيك إناد ذي لا ينظن إناد وسيجزي الله الشاكرين. ربي يعطي لك النعمة كي تشكر ربي يزيد لك وزيد يجازيك، يعني واحد الخير كبير. ربي واش قال لهم كي هضر على الجنتين هذو، واحدة عن يمين الوادي والأخرى شمال الوادي، وكان سدماء رب والخير ربي والقرى متقاربة الفواكه والحدائق والخضر كل شيء كاين. ربي قال لهم كلوا من رزق ربكم، هذا رزق الله، واشكروا له. شكرت شكرت ربي سبحانه، بلدة طيبة ورب غفور. شوف واحد التصوير الفني البياني الدقيق الرائع العميق، بلدة طيبة إقوال خير يعوم الخير ورب غفور. أكن في قران دات خصم أن دات ذنب مربكن يعفو، ربي يعفو يغفر يونشضن يوخر. ولكن هكا فأعرضوا أثى هذا يعني الله في النشاف، فأعرضوا نكرا خفرا يقول شكرا. فأرسلنا عليهم سيل العرم، سدني يا براجي براجنني ياكل خيرني كل شيء روح خراب خراب دمار شامل كل شيء روح بديني. فأرسلنا عليهم ديان ذا سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ذواتي أكل خمط وأثر إلى آخره المدينة. ذلك جزيناهم بعد الكفر بعد العصيان بعد كفر النعم، ربينا ذلك جزيناهم بما كفر. ربي سبحانه لا يحتاج إلى تبرير أفعاله، لا يحتاج وريح وجرى ذي جستيفي سيزاكت نكونيوي عن كتخم الحاجة كيني نغايديني كيد جوستيفي الخدمة. ولكن ربي سبحانه وريح وجرى باش هذي جوستيفي للزاكتينس، لا يحتاج إلى تبرير أفعاله. مع ذلك شو دينا؟ إناد ذلك جزيناهم بما كفروا، أي نسمي ضران وخسار العقاب
لأنهم كفروا، جاءت على الإطلاق، كفر نص ربي، كفر نص النعم، كفر نص كلش. وهل يجازى إلا الكفور؟ سوى الكفور يعني لو لم يكونوا كفارا ربي سبحانه ما كتب لهم هذا المصير. معنى هذا العثبة قد يقرب بفكير في وين في استهلا، فكير في وين في استهلا. بعد شو دينا؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام نامنين. يعني المعنى الذي ذكرته قبل حين نخفض يعني قبل حين ذا شو عما كدني القرى متجاورة الخير يرى السنة الخير الفاح يرنى يسلحو ثمذ قضى مذ قزال ليالي وأيام نامنين مثل الله سيكوريتي الأمن الخير بلا العثاث بلا ورحوج الزادة ثاول ولا ترفذن إلى آخره لا يثن جاروث. فقال وربنا مقل كانت وقذي حصدن باعد بين أسفارنا سبعد خطر بيسير ونسعان تساويل ولما يرثم ذين تتسايض ثدر تتسايض 100 كيلومتر يزمراس ساعة طوموبيل 50 دقيقة 100 دقيقة ديوض يولو نسارة يمول في الحفوظار يلحف الزيلة أكا ديك ظلفن يعني مزيد من العوج نشاف يسقر استقبيث نشاف أسقر. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم معنى ظلم كان إيمان إنسان. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ربي سبحانه إفضاث آميذا في اللوح أكا. بعد فرقا وقذي قيم من ذي صنعاء ورحنا للشام فرقا فظلمي فون في اللوح أي غير خطر استهل ضرب اثني عقبا. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يغدى من الشكر مني إن اكتي قذي قدينا ربي سبحانه آيات سيدي السيني ذي الدروس ذي العبر لمن إيوين يسعى الصبر 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 على الطاعات فعلا وعلى المعاصي تركا. هذا هو الصبر ما يصبر يول هذا يصبر في الطاعة وريع قويالا خطر الطاعة تحوج العثاب ذا غادي هذا يصبر في المعاصي الرشوة نو الربا نو خطر ذاك إذا خلنا دي وعرة يزمري وذي ريزيستي الرشوة 100 مليون لكن الزنزوغة الأخرطي 100 مليون إما يفكي يسع 20 مليارا بخلاف الغاشي لن وقذي الريزيستين أسيني والله لو كنت في كذاك إذورا ندهب وأيضا نخاطي أذي في بلي ما يفي بلي أذي سرح لذلك يحوج صبر. بعد نظر ربي سبحانه شكور لكل صبار شكور بمعنى وين دايما اللي بذا يحمد ربي يشكر سيدي ربي وريغ في درع في نعم الله حمدا وشكرا ضمانا للدوام والتمام جرام ثلويث أرثي من الليث سلام ربي فلان.